يعني اقتراح. مبادرة يعني اقتراح. يعني اقتراح يعني احنا يعني بنقترح مختار. ان احنا نعمل حاجة معينة في اي مبادرة مكان، يعني ان اقتراح احنا يعني مبادرة. دلوقتي احنا في مكان دلوقتي فيه تلوث، احنا المدينة سكان المدينة هيعملوا مبادرة او هيعملوا اقتراح ان احنا ازاي هنخفف التلوث ده، فهنعمل مبادرة ان احنا نعمل مثلا زي المصانع اللي عملوها في الفيوم، مش عملوا متاجر وعملوا مصانع، ازاي نخففوا النفايات في البلد، ومن بعدها اصبحت مدينة الفيوم من المدن اللي قل فيها التلوث بنسبة كبيرة. هي دي اسمها مبادرة بيقوموا بيها السكان بتاع المنطقة او المدينة عشان يخففوا نسبة التلوث اللي هم متضررين منه. طيب احنا عندنا نص اللي احنا اخدناه متجر النفايات، هقرأ سريعا. في مدينة الفيوم قام بعض المواطنين بمبادرة إيجابية، يبقى المبادرة هنا كانت إيجابية. ليه؟ عشان يحافظوا على مدينتهم للحفاظ على مدينتهم، فلم يعد مصير النفايات هو سلة المهملات، بل قاموا بافتتاح متاجر لشراء النفايات من سكان المدينة، ثم يقوم كل متجر بنقلها إلى مصانع ليتم فرزها لمواد ورقية وبلاستيكية ومعدنية وتحويلها إلى مواد جديدة، تسمى هذه العملية إعادة التدوير. أصبح لمتاجر النفايات دور إيجابي كبير، حيث إيه بقى اللي حصل من المبادرة دي؟ النتيجة قلت النفايات بشكل واضح وانخفض مستوى التلوث في المدينة كلها. لذلك عند أيمن، لذلك تعد تجربة إعادة التدوير بمدينة الفيوم مثالا واضحا لقدرة الإنسان على الحفاظ على البيئة. يبقى هنا المبادرة اللي احنا عملناها جابت نتيجة. ايه هي النتيجة؟ ان مدينة الفيوم بقت مثال واضح لقدرة الإنسان على الحفاظ على البيئة، وقلت ايه؟ قلت هنا نسبة التلوث في المدينة كلها. طيب احنا عارفين ان احنا اي تعبير عندنا بيبقى فيه ايه؟ ها؟ في قصة قصة عناصر بيبقى فيها عناصر عناصر بنحللها، ناسية؟ بيبقى فيه ايه؟ عناصر 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 بنحللها، لازم تبقى فيها عناصر نحللها. هنا المبادرة الإيجابية كانت في مدينة إيه يا حمزة أيمن؟ الامس الفيوم الفيوم، أحسن. معاذ معانا، افتتحنا إيه في المبادرة الإيجابية دي؟ كان في افتتاح لإيه؟ أنا متاجر. متاجر، جزاك الله خيرا. طيب تفاصيل المبادرة دي إن إحنا بتنقل النفايات إلى إيه يا رغد؟ نودي النفايات فين؟ الاستلال نعم، الاستلال هي النفايات كان مصيرها سلة المهملات. بعد المبادرة اللي احنا عملناها بقينا ننقل النفايات إلى إيه؟ متجر إلى متاجر، أحسنتي. وتفرز إلى إيه يا بوتي؟ يتم فرز النفايات إلى إيه يا بوتي؟ إلى أيوه، بنفرزها لثلاث حاجات. ورق أحسنتي، ومعدن أحسنتي، وبلاستيك وبلاستيك، جزاك الله خيرا. وتتحول إلى، بس بنحولها لإيه يا ملوكة؟ لمواد ينفع اروح جديدة الحمام؟ تستخدميها. إلى مواد جديدة، جزاك الله خيرا. أثر ينفع اروح المبادرة دي الحمام؟ بقى، نعم؟ ينفع اروح الحمام؟ اتفضلي. أثر المبادرة دي بقى يا حمزة إبراهيم، المبادرة اللي احنا عملناها في مدينة الفيوم هنا كانت مبادرة إيجابية، كانت بننقل النفايات لمتاجر ونفرزها في المصانع إلى ورق ومعدني وبلاستيك وبنحولها لمواد جديدة. أثرها إيه بقى؟ إيه اللي حصل؟ قلت إيه؟ قل التلوث قلت، قل ايه يا ابو يا جنى خالد؟
عامل ماشي. قل ايه المبادرة بتاعتنا دي؟ حيث قلت ايه؟ نفايات نفايات قلت النفايات وانخفض ايه؟ انخفض ايه بقى يا جنى خالد؟ انخفض مستوى التلوث. احسنتي، وانخفض مستوى التلوث. جزاك الله خيرا. احمد رامي اللي بيحصل ده خطأ. تمام. هنا عندنا رسالة اقتراح، نموذج لرسالة اقتراح. احنا دلوقتي معانا كلمات قدامنا اللي هي ايه؟ اللي احنا قلنا عليها ايه؟ عناصر التحليل. قلنا عليها ايه؟ عناصر التحليل. مش احنا قلنا كل رسالة بيبقى ليها عناصر تحليل بنحللها كل تعبير عندنا؟ طيب عناصر التحليل أيوة. عندنا هنا الجملة افتتاحية، جملة ختامية، اسم المرسل، اسم المرسل إليه، التاريخ، والأنشطة أو الاقتراح، المشكلة اللي موجودة عندنا، وأثر تنفيذ الاقتراح. يعني إيه اللي حصل لما نفذنا الاقتراح أو المبادرة دي؟ العناصر بتاعتنا فين؟ التاريخ، اسم المرسل إليه، اسم المرسل، جملة افتتاحية، جملة ختامية، الاقتراح اللي هو مضمون الرسالة، بيكون ايه في جوه الرسالة؟ جوه الرسالة نفسها بيكون في ايه؟ في مشكلة وفي اقتراح وفي اثر الاقتراح. في مشكلة، في اقتراح، وفي اثر الاقتراح. تمام. احنا عندنا هنا الى السيد صاحب مصنع الارز. اول حاجة عمل التاريخ يوم 15 نوفمبر 2020 ميلادية. طيب الى صاحب مصنع الارز تحية طيبة وبعد. بالنسبة للزيتون بعد المية، نعم بشرب مية بعد إذنك. تفضل. اكتب اليكم هذه الرسالة بعد ان مررت بجانب مصنع الارز ورأيت العديد من النفايات المهدرة من المواد البلاستيكية الخاصة بالمصنع، ومما لا شك فيه أن هذه النفايات تؤثر على نظافة البيئة وتزيد من تلوثها. فأقترح عليكم جمع المخلفات ونفايات المصنع وإرسالها إلى مصانع إعادة التدوير لاستخدامها في صناعة منتجات جديدة، حيث ننعم ببيئة نظيفة خالية من التلوث. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. هنا يوم 15 نوفمبر واحد كتب رسالة لمين؟ إلى صاحب مصنع الأرز. كتب رسالة قال له إيه؟ بدأ الرسالة بتاعته بجملة افتتاحية، قال لهم تحية طيبة وبعد. مضمون الرسالة بيقول فيها إيه؟ بيقول إنه بيكتب الرسالة دي بعد ما مر بجانب مصنع الأرز. وصلت الرسالة لمين؟ اللي فوق ده، إلى السيد صاحب المصنع. وشاف ايه بعد ما مر بجانب مصنع الارض؟ العديد من النفايات المهدره من المواد البلاستيكيه الخاصه بالمصنع. يبقى هنا شاف مشكله، شاف مشكله قدامه. قال ايه؟ قال ان في نفايات مهدره من المواد البلاستيكيه الخاصه بالمصنع موجوده جنب المصنع، وقال ان مفيش شك ان النفايات دي بتؤثر على نظافه البيئه وتزيد من تلوث البيئه. الاقتراح اللي هو اقترحه، اقترح عليهم ان هم يجمعوا النفايات دي ومخلفات المصنع ويرسلوها المصانع لإعادة تدويرها. أهلا يا ميس، أنا رجعت تاني. أهلا يا حبيبي. يعيدوا تدوير النفايات دي ويستخدموها في صناعة منتجات جديدة. لما نعمل كده الاقتراح اللي هو اقترحه ده هيأثر علينا بإيه؟ ايه الاثر بتاع الاقتراح؟ هيحصل ايه لما الاقتراح ده او المبادره دي نفذوها؟ ننعم ببيئه نظيفه خاليه من التلوث. يبقى هو ده مضمون الرساله بتاعتنا، مضمون الرساله اللي هو عايز يكتبها. كتب جمله افتتاحيه، جاب مضمون الرساله اللي هي ايه؟ ذكر المشكله اللي موجوده، ذكر الاقتراح اللي هنعمله عشان نحل المشكله دي، وجاب كمان بعد ما نحل المشكله دي
او نعمل الاقتراح اللي هو اقترحه، ايه الاثر اللي هيظهر علينا؟ هننعم ببيئه نظيفه خاليه من التلوث. وعمل بعد كده جمله ختاميه، احنا قلنا التعبير لازم يبقى فيه جمله افتتاحيه جمله ختاميه، جمله افتتاحيه في بدايه الرساله، جمله ختاميه في اخر الرساله. وقال في اخر الرساله وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، دي هنا كانت الجمله الختاميه بتاعته. وتحت كتب المرسل، مين هو اسم المرسل؟ كان طالب اسمه عمر حسين، اللي هو اسم المرسل اللي هو ارسل الرساله. تمام. وطبعا فوق صاحب مطلع الارض ده المرسل اليه. تمام. في مشكله مس جيب لي اتنين يا مس جيب لي اتنين جمله جيب لي اتنين اسم، اسم المرسل واسم إليه. اسم المرسل يا حبيبي، انا بقول لك هنا إليه. الى السيد صاحب مصنع الارز، ده هو اللي بيرسل الرساله ولا اللي بتروح له الرساله؟ اللي بيروح له الرساله. بس يبقى ده اسمه المرسل اليه. اسمه ايه؟ هو مين اللي راح الرساله بقى؟ عمر محمد عمر اللي كتب الرساله. عمر واللي اتبعتت له صاحب ال احسنت، اللي بعتنا له الرساله ده صاحب مصنع الارز. ثمانيه يارا بس كده انا هسيب فيها. اتفضلي. طيب انا كده شرحت الرساله، في حد عنده اي مشكله؟ حد عايز يسال على حاجه؟ اللي مش فاهم يقول يا مس انا مش فاهم وهعيدها تاني، مفيش اي مشكله. لسه انا كنت لسه جايه فمش فاهمه. طيب يا حبيبي مفيش مشكله، نعيد تاني وكله يركز معانا من جديد. انا بقول يا بوسي احنا عملنا رساله اقتراح، كتبنا رساله، الرساله دي بنكتبها لما بنشوف مشكله احنا متضررين منها. او دلوقتي هو وعمر حسين طالب بيمر من جانب مصنع الارض، شاف ايه؟ شاف مخلفات المصنع من مواد بلاستيكيه ونفايات حاطينها بجانب المصنع. طب هو متضرر من الشكل ده، وكمان اكيد في ناس كتيره متضرره. عمل ايه عمر؟ راح كتب رساله الى صاحب مصنع الارض، يبقى ده المرسل اليه. كتب التاريخ فوق وكتب اسم المرسل اليه اللي هو الى السيد صاحب مصنع الارض. كتب له رساله، كتب فيها ايه؟ لازم اي رساله تكون في البدايه فيها جمله افتتاحية، جملة افتتاحية، وكانت تحية طيبة وبعد. بعد كده بيكتب بقى مضمون الرسالة اللي هو عايز يقولها. مضمون الرسالة كان فيها إيه؟ قال أكتب لكم هذه الرسالة بعد أن مررت بجانب مصنع الأرز ورأيت العديد من النفايات المهدرة من المواد البلاستيكية الخاصة بالمصنع، ومما لا شك أن هذه النفايات تؤثر على نظافة البيئة وتزيد من تلوثها. المشكلة اللي شافها عمر ايه؟ اللي كتبها في الرسالة في المضمون، شاف المشكلة ان النفايات المهدرة من المواد. ممكن بعد اسمك اروح الحمام؟ لو فهمتي اتفضلي عشان ما نعيدش تاني. اتفضلي. قال النفايات المهدرة من المواد البلاستيكية الخاصة بالمصنع، دي نفايات مهدرة، وكمان إن الحاجات دي بتؤثر على نظافة البيئة وتزيد من تلوثها. طيب تمام، دي المشكلة اللي عمر شايف إنها موجودة في المكان بتاعه. طيب اقترح إيه بقى؟ إحنا قلنا لازم مضمون الرسالة يبقى فيها مشكلة واقتراح وأثر الاقتراح. المشكلة قلناها، اقترح مش اقتراح يعني اعتداء البراد دي اقترح يعني اقترح إيه بقى؟ إن هم يجمعوا المخلفات ونفايات المصنع ويرسلوها لمصانع إعادة التدوير. يرسلوها فين؟ لمصانع إعادة التدوير. ليه؟ عشان يستخدموها في صناعة مواد جديدة، لاستخدامها في صناعة مواد جديدة. وقال أثر الاقتراح ده اللي هو بيقترحه، الأثر هيكون إيه؟ النتيجة بتاعت الاقتراح اللي هو بيقترحه ده هتكون إيه؟ ننعم ببيئة نظيفة خالية من التلوث. احنا كده هننعم، هيبقى عندنا بيئة نظيفة ما فيهاش اي تلوث. طيب وكتب كمان، قلنا لازم اي تعبير يبقى فيه جملة افتتاحية فوق جملة ختامية تحت.
كتب الجملة الختامية بتاعته اللي هي إيه؟ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. دي اسمها جملة ختامية، وفي آخر الرسالة كتب اسم المرسل عمر حسين اللي هو اسم الطالب مرسل الرسالة. تمام؟ فقلنا كده الرسالة يبقى فيها تاريخ فوق، اسم المرسل إليه، جملة افتتاحية، مضمون رسالة، جملة ختامية، وهنا نكتب اسم المرسل. بس طب يعني ها اتفضلي. لا خلاص. عايزه تقولي ايه؟ اسالي ما تتكسفيش، اللي انت عايز تسالي عليه اسالي واشرح لك اللي انت عايزاه. لا خلاص خلاص. تمام. في حد عنده مشكله؟ معاذ، حمزه، ايمن؟ انا مش افتكرتش كنت عايزه اقول. طيب اتفضلي. عشان خلاص عارفين الاقتراح شبه حل المشكلة. الاقتراح ده بنعمله عشان نحل فيه المشكلة. تمام. قولي انا بقترح ان احنا نعمل كذا عشان المشكلة دي تتحل. تمام. في عندك مشكلة يا معايدة عايز تسأل على حاجة؟ لا. فهمت خلاص كده؟ طيب حمزة، أيمن، يارا، ممكن نفتح الكاميرا عشان نعرف نتواصل؟ طيب هنا بقى قلنا عناصر تحليل الرسالة. عناصر تحليل الرسالة لازم نكتب أول حاجة التاريخ، هنا اسمه إيه؟ 15 نوفمبر 2020، ده اسمه التاريخ. اسمه إيه؟ احنا هنحل التاريخ نوفمبر 2020 ميلادية. تمام. ده ميلادية. اسمه التاريخ. اسمه ايه؟ التاريخ. طيب الى السيد صاحب مصنع الارز اسمه ايه ده يا حمزة ايمن؟ مش الى السيد صاحب مصنع الارز في عناصر التحليل اسمها ايه؟ هنختار فوق من ختامية اسم المرسل إليه، اسم المرسل، التاريخ، الجملة الافتتاحية، الاقتراح، والمشكلة، وأثر تنفيذ الاقتراح. إلى السيد صاحب مصنع الأرز ده اسمها إيه؟ ها؟ طيب رغد رفع إيدها، اتفضلي يا رغد. قال يا رغد. مين عايز يجاوب غير رغد؟ أنا يا مس. هتفضلي جنى خالد، ومحدش يقول أنا تاني، نرفع إيدينا، اتفضلي. يا مس عارف كده بعرف إيديا بقالي كتير، وبقول لك أنا عايز أجاوب. معلش اتفضلي جنى خالد، إلى السيد صاحب مصنع الأرز، ده هيبقى إيه؟ السيد صاحب مصنع هو عمر. يا جنون نختار من فوق. مش تفضلي يا يارا. مش المرسل إليه. المرسل إليه. إحنا بعتين الرسالة ده لمين؟ الرسالة دي اسم المرسل إليه لصاحب مصنع القرص، يبقى المرسل إليه. أحسنتي يا أيوة، مش عارف كده، هي سهلة. أنت كنت لسه شرحانة دلوقتي. تمام يا حبيبي. معاذ، تحية طيبة. نعم. وبعد ما إيه دي اللي كاتبها في أول الرسالة؟ بنختار من فوق يا معاذ. هي دي الجملة الافتتاحية. نعم، الجملة الافتتاحية. جزاك الله خيرا، يبقى تحية طيبة وبعد الجملة الافتتاحية. أحسنت يا معاذ. طيب هنا قلنا
لما قال له اكتب اليكم هذه الرساله بعد ان مررت بجانب مصنع الارز ورايت العديد من النفايات المهدره من المواد البلاستيكيه الخاصه بالمصنع، ومما لا شك ان هذه النفايات تؤثر على نظافه البيئه وتزيد من تلوثها. اسمها ايه المضمون ده؟ اسمه ايه؟ ها؟ الاستخدام. لا، استخدام ايه؟ ثواني كده. حمزة إبراهيم، حمزة إبراهيم. نعم يا مستر. حبيبي، اللي احنا كتبناه ده، اللي احنا قرأناه ده اسمه ايه؟ المشكلة. هي دي اسمها المشكلة، صح، احسنت، اسمها المشكلة. جزاك الله خيرا. طيب ملك، ملك يس مس، اقترح عليهم الولد ده ان هم يجمعوا النفايات والمخلفات بتاع المصنع ويرسلوها للمصانع ويعيدوا تدويرها ويستخدموها في صناعة منتجات جديدة. اسمها ايه؟ الاقتراح. الاقتراح، جزاك الله خيرا. طيب ليه بقى اقترح عليهم كده؟ ليه؟ حتى ننعم ببيئة نظيفة خالية من التلوث. بوسي. نعم مس. حتى ننعم ببيئة نظيفة خالية من التلوث. اسمها ايه دي؟ احنا قلنا مضمون الرسالة يبقى في مشكلة، يبقى في اقتراح، يبقى في ايه تالت؟ ها؟ أثر التنفيذ. ايه؟ أثر التنفيذ. أثر الاقتراح أو أثر تنفيذ الاقتراح، جزاك الله خيرا يا بوسي، أثر تنفيذ الاقتراح. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. جنى خالد. نعم مس. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. ضاعت يا مس. ايه؟ ختامية. ختامية، احسنتي، جملة ختامية. احمد رامي. بس. من التلميذ عمر حسين. اسمه ايه ده؟ بتاع ناصر تحليل التعبير بتاعنا. مش هينفع اذا ما عرفش يجاوبها عندي انا جاوبتها؟ ليه مش هيعرف؟ ليه؟ لا هيعرف طبعا. هو هياخد من فوق ختاميه، اسم المرسل اليه، اسم المرسل، التاريخ، الجمله الافتتاحيه. اختار واحده يا احمد. اتفضل. ثانيه واحده.